السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتونا قوي. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلى اسرتكم. النهاردة احنا عاملين فطار سهل وبسيط وخفيف، والعيال كلها بتحب الاكل اللي احنا عاملينه ده. يعني اكل مو الاكل اللي احنا عاملينها دي بتبقى اكلة مفضلة عند الاطفال. الأول نصلي على النبي، نشترك في القناة، نحط اللايك، نكتب كومنت كده. يعني بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم شاهدوا الفيديو، شاهدوا الفيديو، المشاهدات بتبقى واقعة جدا والله العظيم. ربنا يا رب يكرمكم يا رب ويسترها معاكم دنيا وآخرة، ويجعلكم دايما في حياتنا يا رب، موجودين معانا دايما، موجودين معايا إن شاء الله. طيب النهارده احنا عامله ايه يا ام كريم؟ النهارده يا ستي عامله مكرونه سباكيتي وبانيه وسمبوسه وسلطه. هتقولي عامله مكرونه سباكيتي وبانيه وسمبوسه وسلطه، اقول لك حلو، يعني الاكل ده العيال بيحبوه، ومنها وجبه كامله متكامله وزي الفل وتمام، يعني رضا الحمد لله. عفوا يا جماعة على صوتي، يعني بس عشان انا عندي برد كده وتعبانة شوية، فيعني البرد مأثر عليا وعلى صوتي. ابو كريم يا دوب بقى الاذان اذن اهو، يا دوب شرب السوبيا وراح جري عشان يصلي. طبعا هو لازم يصلي قبل ما يفطر، احنا قعدنا بقى مستنيينه لغاية ما يصلي ويجي. طبعا انا يعني ما برضاش اطلع في الفيديو، لاني مش ببقى ببقى قاعده بهدوم البيت وكده، ومش لابسه وشارب على شعري، فمش برضه اطلع في الفيديو. بتمنى منكم بقى يا جماعة تدوني مشاهدة كاملة، وتشتركوا في القناة، وتفعلوا الجرس، يعني معلش يا جماعة، يعني مش اللي يخش يبص على الفيديو، ما انت كده بتوقع الفيديو، بتبص بصة وبتخرج، ما كده الفيديو بيقع والله. لكن لما تديني حتى على الأقل 3 دقايق، انت تديني كده مشاهدة. بتمنى اللي يدخل يشوف الفيديو يكمل بس 3 دقايق، بس مش هقول لك والله كمل الفيديو كله، 3 دقايق بس، مش ثانية وتخرج، ما انت كده الفيديو بيقع والله. حتى لو واخد مشاهدات بيقع من الثانية اللي انت بتدخلها وانت بتدخليها دي وبتخرجي، فبيقع. ف يعني اهو ابو كريم يا دوب صلى صلى وجه، هو بيحب ياكل البني بالعيش. احنا بناكلش البني، احنا بناكل البني مع المكرونة، لكن هو بيحب ياكل البني مع العيش. اتمنى عيان مش قادر ياكل، يعني قاعد على الاكل وقام تاني عشان تعبان، مش قادر ياكل، مش نفس الاكل. كريم مش موجود، كريم يعني بيفطر بره، فقعدنا كده انا وكريم ورنا وعثمان، مش قادر ياكل يعني.
كريم معزوم بره بقى، ما كانش بيفطر معانا النهارده، عشان كده عامله اكل مش كتير، عامله اكل قليل. كده يا جماعة نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، يا رب يكون أكلنا البسيط وطبليتنا البسيطة عجبتكم، وتسجلوا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، حطولنا اللايك وكومنت الحلو، وبشكركم بشكر كل متابعيني من داخل مصر وخارج مصر، بجد بشكركم جدا 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 ان انتوا بتشجعوني وبتدعموني واقفين معايا. ألف 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 مليون شكر، واحنا بنحبكم قوي 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 والله العظيم، انتوا اجمل حاجة في حياتي، وانتوا يعني ربنا يديمكم نعمة في حياتي، واشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. الف سلامة.